الخير. اليوم راح نتكلم عن محكمة فضل المنازعات بين الجن والإنس، واللي يحكم فيها ملك ملوك الجن للمسلمين فقط. ملك من ملوك الجن يدعى شمهروش، ولديه أكبر محكمة لفضل المنازعات بين الجن والإنس. هذه المحكمة موجودة ليومنا هذا في المغرب في مكان موحش يعني وبعيد، ويتوافد عليها الآلاف من الأشخاص. القاضي بهذه المحكمة هو شمهروش شخصيا، جبال الأطلس العظيمة، وفي منطقة تبعد مئات الكيلومترات عن سطح البحر. يوجد مكان يستقصدها الآلاف سنويا. هذا المكان هو أكبر محكمة لفض المنازعات بين الجن والإنس. هذا المكان يدعى ضريح سيدي شمهروش. يوجد في هذا المكان البعيد عن الأنظار، حسب الموروث الشعبي المغربي، ملك ملوك الجن ويدعى شمهروش، ويقولون له سيدي من باب الاحترام والمكان التي يتمتع بها هذا الجن. شمهروش أشهر قاضي عادل من قضاة الجن، وعنده لا يظلم لا جن ولا إنس، ويحكم بينهم بشرع الله كونه مسلم حسب المعتقدات. الوصول لهذا المكان غاية في الصعوبة، ولا توجد أي وسيلة من وسائل النقل الحديث قادرة على نقلك لهذا المكان، وذلك كون الطرق صعبة وغير معبدة. الوسيلة الوحيدة للوصول لهذا المكان هي عن طريق البغال والحمير والأحصنة، والرحلة متعبة للغاية وقد تستغرق لساعات حتى تصل لموقع المحكمة العظيمة. وعندما تصل إلى موقع المحكمة تجد الكثير من الغربان وربما الآلاف منها، وأشكالها ضخمة للغاية وغريبة، وتكاد أصواتها أن تخترق أذنك تارة وتارة حتى تشعر أن الهدوء سوف يقتلك. مكان من الخارج أشبه بمبنى عادي، ويمكن أنه يشبه المساجد يعني نوعا ما، واللونين الأبيض والأخضر يكون طاغي على المكان لسبب معين، لأنهم اللونين المفضلين لدى شمهروش. يقال على من يريد الذهاب إلى شمهروش في قضية ما عليه أن يلبس لباس يكون فيه أحد اللونين الأخضر أو الأبيض، لونها المفضلة لديه. وعند دخولك للبقعة التي توجد بها المحكمة ستشعر أنك مقبل على شيء غير عادي وغريب، والأغرب هو ما يوجد في الداخل. مقام شمهروش الذي ملأ الدنيا بأسطورته ليس قصرا كبيرا، لا صرحا عاليا، هو فقط صخرة كبيرة بعض الجدران تلتقي معها لتشكل ما يشبه بالبيت. جدران المكان مكسوة بصور عليها آيات قرآنية وأدعية، وتحت الصخرة الكبيرة يوجد ما يشبه القبر غطى بثوب أخضر ومحاط بشموع، بعضها مضاء وبعضها خافت. هذا القبر هو ضريح شمهروش، لكن حسب الموروث أن شمهروش حي ولم يمت، لكنه كبر جدا بالسن. الضريح هو عبارة عن المكان الذي يتواجد فيه شمهروش ويسمع به ما يدور بين المتنازعين، تم تصميمه على شكل قبر حتى ينال قدسية أكبر. حول الضريح يوجد شموع لأن المكان لا توجد به إنارات، وتكون الشموع هي الحل الوحيد، بالإضافة إلى أن أغلب المحاكمات تقام في الليل وفي أوقات متأخرة من الليل. الشموع هي أحد الوسائل للرؤية ولمعرفة ما يحدث. الجدير بالذكر أن بجانب المحكمة توجد مذبحة، هذه المذبحة تكسوها أثار دماء حديثة. في هذا المكان تذبح القرابين التي يأتي بها الزائرون للملك، وذلك ليفصل بينهم وبين الجني الذي يسكنهم. فتقديم القرابين شرط أساسي لبدء المحاكمة والفصل بين المتنازعين، وبدون القرابين لا تقام المحاكمة. وكل ما كانت القضية أصعب كل ما تطلب قربان أكبر. بمجرد دخول الشخص المصاب بمس من الجن إلى داخل الضريح يصاب بالصرع ويسقط أرضا، ويصبح الجني الذي يسكنه هو من يتكلم بلسانه، وذلك حسب معتقداتهم. ويقول سكان المنطقة أن محاكمة الجن تصحبها طقوس وأجواء استثنائية، فيصاحب المحاكمة رعد وبرق حتى وإن كانت درجة الحرارة تتجاوز 45 درجة مئوية. سلطة شمهروش تتجاوز القضاء، فهو يعتبر أحد ملوك الجن السبعة فوق الأرض وأكبرهم سنا، ويقال أنه حاكم على كافة الجن الأرضي. والشيء الغريب أن جلسات الحكم تقام كل خميس ليلا، ولا تقام إلا في يوم الخميس من كل أسبوع، ويقال أن شمهروش يقدس هذا اليوم كثيرا. المكان بشكل عام يعتبر خاص بالمسلمين، ولا يسمح لغير المسلمين من دخوله من البشر، ولا يسمح بأي شكل من الأشكال من تصوير جلسات المحاكمة أو معرفة تفاصيل المحاكمة، كما أنه يمنع الزيارة في أثناء أوقات المحاكمة، ذلك للحفاظ على سرية المكان وقدسيته لدى معتقديه. يوجد في هذا المكان حارسان اثنان فقط، وكلاهما كبار بالسن، هم من يتناوبون ليلا ونهارا في حراسة المكان من المخربين.
وطول هذه السنين استطاعت قنوات محدودة جدا من تغطية هذا المكان، واستطاعوا تغطيته بصورة بسيطة كونهم منعوا من معرفة التفاصيل الدقيقة. ويقال أيضا أن الاسم الكامل لشمهروش هو أبا الوليد محمد شمهروش، وهذه البقعة التي يحج إليها الناس من كل حدب وصوب ما هو إلا مكان كان يتعبد فيه، لتتحول بعدها إلى محكمة عليا لهذا الجني العادل كما كانوا يوصفوه. من المعروف أن قرارات شمهروش لا يمكن الطعن بها وتعتبر نافذة. المحاكمة لا تقوم إلا على أنقام جذبة، والجذبة هي أنقام موسيقية تصدرها بعض النساء التي ادخروا حياتهم لأجل شمهروش، فيعزف تلك الجذبة ثم يقول شمهروش كلمته في المحاكمة بعد أن يسمع من الطرفين. وبعد أن تبتعد عن الضريح ببضع كيلومترات ستجد شلالات، ويقال أن هذه الشلالات مسكونة بمساعدين شمهروش، ومن يقتسل بها قد يصاب بالمس بقية حياته إذا لا يتجرأ أحد بالنزول إليها خوفا من هذه المعتقدات. هذا المكان بشكل عام مليء بالقصص والأساطير خصوصا لأهل المغرب، والكثير من العلماء والمشايخ بما في ذلك دار الإفتاء المغربية حرمت مثل هذه المعتقدات الباطلة والشركية، جميعها أمور باطلة ومحرمة ولا يوجد نص شرعي ينص عليها، وما يحدث هناك أغلبه من العرف والعادات فيما شبهه البعض بتجارة الوهم كونه كله خرافات. وعلى الرغم أن الكثير من سكان تلك المنطقة يؤكدون بوجود أمور غير طبيعية تحدث هناك، إلا أن كلامهم بدون إثبات حتى أنهم لا يسمحون لأحد بالتصوير، لذلك الأمر أشبه بالخرافات العرفية والتناقضات. فكيف يعتبر شمهروش مسلم وهو يطلب قربان؟ ومن نظرة شرعية فقد حرم الإسلام كل هذه المعتقدات الباطلة تماما. يظل هذا المكان من أغرب الأماكن في العالم بغض النظر عن صحة ما يدور به، واللي حاب يعرف أكثر عن هذا المكان في كتاب اسمه سيدي شمهروش الطقوسي السياسي، اللي يتكلم فيه عن المكان اللي كان يحكم فيه فض المنازعات بين الجن والإنس، الحاجات اللي تكلمت عنها وذكرتها. قال تعالى في كتابه الكريم: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نسأل الله السلامة والعافية والحفظ من مثل هذه المعتقدات الشركية، الشفاء كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لا تعتقد أن علاجك راح يكون عند أحد من السحرة والعياذ بالله، أو منهم يتعاملون مع الجن، أو من يقومون بعمل طقوس شيطانية اللي ممكن راح تدخلك في دوامة كبيرة وراح تشقى وتتعب. العلاج الوحيد فقط لك هو القرآن، التداوي والشفاء بالقرآن. لا تهملون القراءة وقرأوا القرآن، والله سبحانه وتعالى راح يحفظكم، والله يحفظنا وياكم كل شر. أتمنى أكون وفقت في اختياري، وتحياتي لكم جميعاً.